احنا الان يعني في ميناء طنجة، هذه المنطقة الصناعية اللي تأسست سنة 1961. هذه المنطقة الصناعية اللي تم التحويل ديالها لمناطق اخرى هنايا في طنجة من اجل إقامة واحد الميناء ترفيهي للصالح ديال الاصحاب يعني اليخوت، من اجل انهم يدوزوا العطلة ديالهم الى ذلك في هذه البلاصة لانها عجبتهم. وبالتالي تم تشريد واحد الالاف والالاف من العاملات، منهم اخر شركة الان اللي مازال يعني موقفة هذا المشروع هذا باش ما يتمش، هو شركة ديال تكستيل مانيفاكتورين. ومعنا الان واحد زوج عاملات، هذه عام ونص هما معتصمين هنايا. انا سميتي توريا، عامله بتكستيل مانيفاكتورين، 15 سنه وانا خدامه هنايا. كما الحال اننا حنايا عمال معتصمات في المنطقه الحره ميناء طنجه، المنطقه اللي غيتم التحويل ديالها لميناء ترفيهي. السياح الاجانب، السياح من جميع الدول العربيه، من جميع من اوروبا، من هذه يعني غيكون هنايا مشروع سياحي. ما غيكون هنايا اوتيلات، غيكونوا بيران، غادي يكونوا مقاهي، غادي يكونوا غيكون مطار يعني الطائرات الخاصه، غادي يكون هنايا يعني المهم منطقه سياحيه. وهذه المنطقه هذه تبنى على 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 الظهر ديال التشريد ديال العمال، الاف والاف ديال العاملات والعمال اللي تشردوا هنايا بسبب هذا المشروع هذا. وراهم كاملين كيعانيو دابا حاليا، منهم حنايا وحدين كما كتشوفوا حنايا في الاعتصام، حنايا وحدين من هاد العمال اللي انهم تشردوا. كل واحد في سيباته المانيه، ولكن حنايا بقينا معتصمين هنايا على حقنا. شحال هادي نتوما معتصمين هنا؟ دابا عام و8 شهور حنايا معتصمين هنايا، عام و8 اشهر حنا معتصمين في هاد المنطقه هادي. ما شافينا حتى شي واحد، وما جا لعنا حتى شي واحد. مشينا للسلطات دعينا، عندنا احكام قضائيه باسم جلاله الملك في الصالح ديالنا، وعندنا تنفيذ وشكون ينفذ لك، حتى شي واحد ما كينفذ لك. كيجي الباترون يهجم علينا بالليل بالبلطجيه وداك الشيء، كيجي ملي كيجي قبل ما كيدخل المنطقه هنا يهجم علينا، حتى كيجي معاه السلطات. السلطات يعني شاهدة على الهجوم اللي كيعمل علينا، وما كتحرك حتى شي ساكن، لان هي كتجي فابور باش تحمي الباترون، ما كتجيش باش تحمي العامل، كتجي تحمي الباترون من العامل. حنايا ملي المخزن يجي يحمي الباترون، حنايا كعمال شكون اللي غادي يحمينا من ديك البلطجيه اللي كيجيب لنا وكيجي باش يسرق الشركه؟ مع العلم حنايا عاملين عليها حجز وكلشي، وهو كيجي يسرق بالليل والمخزن كيساندو. من ما اصفر على واحد النهار كان رمضان بحال هيدا، جاب الكاميونات، جاب البلطجيه معاه، جاب الموكيس، المخزن، كلشي هجموا علينا. صار جاو 4 ديال الكاميونات في الغياب ديالنا، لان كان عندنا عامل واحد هنايا خلينا ومشينا بحالاتنا. فاش حنايا مشينا، حنايا وصلنا للدور ديالنا وما جمعوا عليه هنايا بجوج الليل، حيدوا له التليفون باش ما يعيط لناش، حيدوا له يعني زيروا المخزن باش ما يعيط لناش، باش الباترون يخوي الشركه. كانوا شي سيكوريتيز هنايا كيعسوا على الفيروس ديال الديوانه وداك الشيء، صيفطوا لي ميساج قالوا لي راه شي حاجه وقع هنايا خصكم تهبطوا. اتصلت انا بالبنات، المهم جمعنا بعضيتنا جينا، لقيناهم صرجوا الشركه كامله، صرجوها في الكاميونيت وغادي يهربوا بها. ملي جينا وقفنا لهم خوينا ديك الكاميونيت، بقاو جوج كاميونيت هما اللي بقاو مسرجين. المهم بقينا محتاجين ديك الكاميونيت هنايا 3 ايام. النهار الثالث جا القائد ديال المنطقه ديال المرسى، وواحد موظف ديال وكالة الصرف اللي كانت مكلفة بتطيح هذا المشروع، واللي مكلفة بالتعويضات اللي عطا سيدنا نهاد العمال والعاملات اللي عايمشوا في حالهم. ولكن هذيك التعويضات تفارقت على الأرباب العامل، يعني ما تفارقتش للعمال، مازال هذيك التعويضات في لاصاب ما بغاوش يعطيوها لنا، كيقولوا لنا ما كايناش التعويضات ديالكم. حنايا بحثنا وسولنا، جبرنا التعويضات ديالنا باقا تما، وما باغيين ياكلوا واعي هما يعني. المهم جات ديك الكاميونات واحد الليله، عطاهم السينيال مع جوج الليل، عطاهم السينيال القايد باش يخرجوا. خوا هنايا كاينه براج البوليس هنايا، وكاينه براج البوليس برا، خوا البراجات بجوج من البوليس يعني ما كاينينش. وعطاهم القايد السينيال باش خرجوا من هنا هو وواحد الموظف ديال وكاله الصرف. خرجوا ديك الكاميونات، خرجوا مسرعين. تعرضت لهم انا هنايا، تعرضت لهم هيدا والسيده اللي معايا هي، تعرضنا لهم.
ما حنوش فينا ما رحموناش يعني قازوا فينا صحة ضربوني انا بقيت شهر وعشرين يوم وانا كمشي بالعكاكس عندي شهادة طبية ديال طبيب دولة اللي فيها 22 يوم يعني فيها الحبس بالنسبة لديك الشوفير لان هذيك محاولة قتل مشي يعني غير اكسيدون عادية ولا شي حاجة في علينا دعيت قدمت الشكاية صيفطوا لي الشكاية كازا يعني انا تضربت في طنجة وتضرب في طنجة ودعيت في طنجة وهما مصيفطين لي الشكاية كازا علاش يصيفطوا لي الشكاية كازا المهم وبقينا في معارك طويلة واحد اليوم اخر عاود جاب لنا شي 200 البلطجية وحنا غير عاملات هنايا غير نسمع معناش رجال مرة حنايا كانت واحد المعركة كبيرة عاود ديك النهار هذاك عاود من 11 النهار حتى 6 العشية وحنا كنعاركو مع البلطجية هو خصو يخرج من ديك الماتريال وحنايا كنمنعوه لان حنا عندنا احكام قضائيه ولكن ما التنفيذ تنفذ على هذه الشركه هذه وهذه الشركه الا خلينا نخرج ديك المنقولات هذاك حنايا ما بقى لنا حتى شي حاجه يعني ديك الاحكام غير مشاو نقطعوهم يعني صافي ما يبقى عندها حتى شي فائده و كنتمنوا من هاد السلطات ومن هاد الناس هادو اللي هما يعني لا المحكمه ولا القضاة ولا وزارة التشغيل وهذه كنطلبوا منهم يشوفوا هاد العمال هادو ويشوفوا الحل ديالنا راه حنايا تكرفصنا بزاف ومازال كنتكرفصوا في البرد في الشتاء في العراء في الحشرات يعني كنتكرفصوا بزاف هنايا لان هاد الاعتصام يعني خدينا فيه واحد المعركه كبيره بزاف واللي جات على الصحه ديالنا على يعني حنا يعني مرارا كنمرطو مرارا كنبقاو هنايا ما عندنا حتى ما ناكلو بعد جينا لنا ثلاثه الواجهات ديال البحر يعني البرد اللي كيكون هنايا راه برد ما يتصورش شكرا النهار اللي بديتو النهار اللي جيتو لقيتو الشركه مسدوده فوقاش كان داك النهار هذا 12/12/2012 بالنسبه نتوما واش كنتو متاثرين في النقابه كانت عندكم النقابه ما عندناش شدت الشركه عاد جمعتوا بعضياتكم وداكشي بعضياتنا بدينا كنجريو في السلطات وكنمشينا دعينا للمحكمه مشينا للتفتيشيه زعما باش يعطيونا الحق ديالنا ما كاين حتى شي حق اي مطاع كنمشيو ليه كيشدوا لنا الابواب في الوجه ديالنا كاين الاسره مشردين وسامحين في ولادهم من انا وحده جوجه عندي 7 ولادي سامحه فيهم كنسمح فيهم في الليل كنبات هنايا كنمشي نطلب الحق ديالي ما كايناش الحق ما كيعطيك حد الحق ديالك واخا هي اسم جلاله الملك تحكمت وتحكمت لك بالتعويضات راه التعويضات ما كايناش التعويضات ما كايناش نهائيا راه غير في الوراق باش التطبيق راه ما كايناش فين هي وزاره العدل اللي كيقولوا كاينه حقوق الانسان ما كاينه لا حقوق الانسان لا حقوق المراه ولا حقوق الطفل ولا حقوق حتى شي واحد ما عنده الحق في هذه البلاد راه شردونا بزاف راه 180 وحده غير في الشركه ديالنا راه كانت تقسم 50 شركه في هذه المنطقه هذه في لازون كاينه 83 يعني شركه يعني لا بريسي تقول العدد راه تيوصل حتى ل 90 شركه هذه الخريطه هذه كتبين المواقع ديال الشركات اللي كانوا هادشي هاد الحطام هذا اللي كيبان هنايا كاع كامل هذاك راه كانت شركه اللي بقات هاد الشركه هذه هي الشركه 55 59 مانيفاكتورين تكستيل واليا ايماج هذا هو ديال صاحب هاد الشركه هذه هي اللي باقيه 55 هي اللي كاينه هذا هو الموقع ديال هاد الشركه هي اللي باقيه هنايا دابا مختصمين هنايا الناس ديالها شحال من عام خدمتي انا 27 سنه وحنا وانا هنايا في مارس يعني في عن مشي دابا عندي 51 سنه ما كيدخلني حتى شي واحد المطاع اللي كنمشيو ليه له كيقول لك ما كايناش وجلاله الملك الله ينصرو راه عطى التعويضات لارباب العامين ويفرقهم حتى للعمال قال لك ما كايناش مشينا الله صب كيقول لك ما كايناش ما عندهمش الدوله ما عمرها كتحكم العامل كتعطي غير للباترون ما يمكنش واش الباترون نهار اللي جا خدمنا حنا خدمنا معاه 27 سنه انا خدمت معاه كان كيربط السروال كيربطو بلاستيك يعني طلع الشركه على كتافنا الشركه الاولى والثانيه وكان غادي يعمل حتى الثالثه طلع على الكتاف ديالنا حنايا وفي الاخر يهز الماليطه ديالو الفلوس ديالو ويهربهم على برا حنا ما عندناش كيقولوا لك ما عندوش ما يمكنش كنخدموا حنا في الخياطه ملي كيوقف لك الشغل في الخياطه كيقول لك يلا تخدم الطين وعندي الدليل عندي التصاور كنخدم لك ودروات وكنخدموا في الخياطه كنخدموا جنو في الاخر النصيب ديالنا ما كاينه والو ما يمكنش الباترون عنده
35 سنة الخدمة وخارج يدو خاوي ما عنده تفرق ما عمره كانت هذه العيل صير تقول له ما يطيقك شي رحنا مواطنين ومش شعب مش جينا من إسرائيل رحنا ولد بلاد ولد الشعب ما خصنا يحنوا شويش هاد السلطة تحن شويش في ولد فين هاد حقوق المرأة ما شفت أنا حقوق المرأة ما شفت والو المطاع اللي كتشيري له كيقول لك ما عندك والو سير ما عندك والو وصافي هادشي اللي كاين حنا اللي داعيين 53 ديال الناس واللي بقينا في المعتصم 20 بينا كل من العيالات معانا راجل واحد والسيد مريض بالقلب مطالب ديالنا تنفيذ الاحكام ديالنا القضائيه اللي مكتوبه اللي حكمت لنا بها المحكمه يعني كاتبين لك اللي كيجيك في الرصيد ديالك هي 16 مليون باش ما والو يعني التعويض عن الطرد التعسفي التعويض عن مده الاخطار التعويض على الاعياد الدينيه والوطنيه هادو كامل احكام قضائيه الطرد التعسفي 51 درهم على المجموعه ديال المبالغ اللي تم الحكم ديالها انتم كتشوفوا 40000 درهم 6000 درهم 75000 درهم هادشي كاع كتعويضات ديال العمال 20/2/2014 ودابا حنا في 2016 ما كاين والو هنايا تنباتوا هنايا كنجوزوا 24 ساعه على 24 ساعه الليل والنهار كما كتشوف الملابس ديالنا هنايا كيف ما كتشوف حنا كنطيبوا هنايا يعني كلشي حنايا هنا كنطيبوا هنايا كنوبوا مع بعضنا وهنايا اللباس ديالنا هنايا الغطاء ديالنا هنايا كلشي ديالنا هنايا هذا هو محل العيشه ديالنا هنايا لان ما عندناش انا وحده ما عنديش فين نمشي الكرا جراو عليا وما خداماش يعني هذا هو المسكن ديالي الواحد اللي باقي لي هنايا السيده دابا يا بيدا تكمل 60 عام مع تشبر التقاعد راه حتى واحد ما بغى يخدم تقريبا 28 عام وانا لي دوزنا حرة ومرة ودوزنا تمر رغم ذلك هذاك ما كنساوي والو دابا حقنا كنطلبوا الحق ديالنا ما بغاش يعطي والو كنطلبوا حتى شي حاجه غير حقنا اللي خدمنا ورجعنا حاله اللي ما هي حاله حتى واحد ما كيجاوبنا حتى بالكلام الاخر كلام الادم ما كايناش حتى واحد ما كيقولنا حتى السلام عليكم كيحسبونا هنايا بحال شي حشرات ماشي حنايا يعني كعمال معتصمين او لا كبشر بحالنا بحال جميع المواطنين كيحسبونا حنا حشره هنايا يعني عن عندولا ولا عن نفخو عليها غادي تمشي انا ما خوفانينش اللي جا لهنايا غادي ياكل فطار حتى شبر الحق ديالنا ان شاء الله باذن الله حنا راه ما عيناش الا ما تصبرش الحق ديالنا اللي عطانا جلاله الملك اللي تحكمتنا باسم جلالة الملك راه ما غاديش نبعدوا من هنايا وباقيين صامتين واخا يجيو الرجال واخا يجيو النساء ويتعدوا علينا راه الحمد لله عندنا يدنا وعندنا الهراوات وعندنا كلشي احنا باقي قويين ان شاء الله يا ربي كيجيو السكيريه كيجيو بزاف د الشماكريه كيبغيو يهجموا علينا احنا راه قويين واخا راه النساء قويين الحمد لله راه ما غاديش يغلبنا شي واحد تنشبروا الحق ديالنا باذن الله مش حنايا اول شركه كتعتصم ولا كتحتاج ولا كاين عده شركات منهم الشركه ديال كارميلا منهم الشركه ديال الطاهيري منهم الشركه ديال الهنداوي منهم الشركه ديالنا اللي هي مانيفاكتور تكستيل الشركه الفرنساوي هادو كاملين عملوا احتجاجات هنايا ولكن هادوك خرجوهم من هنايا بالضاق بالهراوه يعني بالدم وجابوا لهم القوه خرجاتهم من هنايا صح من بعد التحويل ديال هاد المنطقه هادي لكزنايا عاود كاينه شركات بزاف عاود معتصمين في كزنايا المنطقه الحره الصناعيه ديال كزنايا اللي تم التحويل ديالها من هنايا عاود هادوك كاينه الشركه ديال تروجاكو حاليا محتاجه معتصمه في وسط الشركه ومحتاجه كاينه الشركه ديال صنادا المهم عده شركات حتى هما محتاجين دابا حاليا واللي هما كيجيو حتى لهنايا كيقولوا لنا يا ريت لو كنا ساعفناكم وكنا محتاجين معاكم هنايا يعني داخل المنطقه راه حنايا تما كرفصونا وباعوا الشركه يعني رب العمل عيتم التحويل ديالهم شبر التعويضات اللي كان خصو وباع الشركه بالعمال ديالها بكل شيء يعني لا اقداميه ردهم جدادين لا اقداميه ديالهم لا حتى شي حاجه ديالهم ولكن حنايا عمبقاو معتصمين هنايا وحتى شي واخا ما عارفش شنو يعملوا ولو بالدم ديالنا بالارواح ديالنا حنايا ما خارجينش من هذه المنطقه حتى نشبر الحكم اللي تحكم لي في المحكمه باسم جلاله الملك هذاك هو الحكم اللي انا
كنطالب به لحد الساعه، وانا عنبقى هنايا معتصمه محتجه لاخر المطاف، راه ما غنعياوش وما غنعياوش وما غنعياوش، واخا قاز العيد وحنايا هنايا، قاز العيد الكبير الاضحيه وحنايا هنايا، الناس كتضحي في الدور ديالها حنايا هنايا، قاز العيد الصغير حنايا هنايا، رمضان اللي فات ديال العام الفايت دوزناه هنايا، وكيف ما كتشوفوا رمضان هذا غادي ندوزوه هنايا، حنا ما غادي نعياوش ما غادي نعياوش ما غادي نعياوش، حنايا ما خارجينش من هنايا، واللي قرب من عندنا نهرسوا له عظامه بهذه العصا هذه. وتحيه نضاليه.